السلام عليكم. شيخ مصطفى. تفضل. الحمد لله. تفضل. انا عندي سؤال بس يا شيخ لو سمحت. تفضل. عندي مصنع ادوات منزليه، مصنع صغير يعني الادوات المنزليه. ماشي. انا اللي بيشتري مني كاش بعمل له خصم. لا بأس. الاجل بديله السعر العادي. لا بأس. علشان طبعا سعر الخامات مضطرب. لا بأس. لا بأس. إيه؟ والسؤال فالسؤال ففي حد يعني صديقي تاجر بيقول لي كده حرام يعني. لا ليس بحرام، ولا انت تاجر مش مفتي خلاص. احل الله البيع. نعم. احل الله البيعان بالخيار. خلاص. قل له يا صاحبي يا تاجر خليك تاجر. كلام يا شيخ. حرام ليه؟ اساله حرام ليه بس. هو اما انا سالته قال لي كده يعني نوع من انواع الربا. هو مش مصري، هو يعني تاجر يعيش في بلد تانية مش عارف ظروف بلدنا. لا 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 ليس بربا ولا حاجه. ربا قرض، ما انت ما قرضت احد. انت عندك سلعه تقول يا ناس هذه سلعتي ب10 نقدا ب20 لاجل، انا حر. حل الله البيع.